أهلا وسهلا بكم قناة خلف إنجليش على اليوتيوب. سوف أقوم بشرح الوحدة رقم 7 في منهج الأول متوسط إنجليزي. هذا هو شكل القناة على اليوتيوب، ويمكنكم البحث بعبارة خلف إنجليش. يوجد مناهج المرحلة المتوسطة والابتدائي وحتى أيضا اختبار ستيب. طيب، نرجع للدرس ونبدأ بشرح الوحدة كاملة إن شاء الله. طيب، هذا أول صفحة في الوحدة رقم 7، وهذه الوحدة تتكلم عن طريقة كيف نعبر عن المكان الذي نعيش فيه، كيف نصف الأماكن، كيف نسأل عن السوبر ماركت، المطعم وجميع الأماكن، وأيضا كيف نصف المكان لأحدهم عبر الهاتف. كما أيضا تحتوي هذه الوحدة على حروف الجر الخاصة بالأماكن، أين، على، في، أمام، مقابل، بين، هذه كلها إن شاء الله سوف نستعرضها معكم ونشوف كيف طريقة التعبير عنها واستخدامها. طيب، أول درس، أول صفحة، Where do you live؟ أين تعيش؟ هذا عنوان الوحدة رقم 7، وهنا المحادثة وترجمتها لكم هنا حتى يسهل حفظها ومراجعتها، مع تذكير أن هذه الحقوق محفوظة، لا أحلل نشرها أو إعادة تحميل الفيديو في مكان آخر. طيب، أول المحادثة، الرجل هذا يتحدث فيقول I'm new to the neighborhood، أنا جديد في هذا الحي. I live in this apartment building، أنا أعيش في مبنى الشقق هذا. Where do you live؟ أين تعيش أنت؟ فيرد عليه الرجل هذا فيقول له I live here too، أنا أعيش هنا أيضا. On the third floor، في الدور الثالث. The neighborhood is great، هذا الحي رائع. It has everything، يوجد فيه كل شيء، ويقصد يعني الأشياء التي يحتاجها السكان مثل المطاعم، السوبر ماركت وهكذا. فرد عليه الرجل هذا So إذن Is there a convenience store near here؟ ويسأل هل هناك سوبر ماركت أو محل تموينات صغير أو باللهجة العامية بقالة هنا؟ فيرد عليه الرجل هذا Of course، بالتأكيد. Go to the corner، اذهب إلى الزاوية، ثم then and turn left، ثم توجه يسارا، then ثم go straight ahead، ثم اذهب إلى الأمام. هذه المحادثة التي في الصفحة الأولى. دعوني أنتقل أنا وإياكم للصفحات الأخرى. هنا يظهر Andy's Book Store، مكتبة أندي أو محل لبيع الكتب. هنا Health Club، النادي الصحي، طبعا مكان التمرين يقال له Health Club، وعادة يحتوي على جيم، نادي، وسويمينج بول، ومسبح، ساونا، طبعا ساونا معروفة ما لها ترجمة لأنها بالأصل كلمة إنجليزية، and showers، وأماكن للاستحمام. Across from the park، across يعني مقابل البارك، مقابل الحديقة، وهنا مكتوب closed Friday، مغلق يوم الجمعة. طيب، الجرامر، verb الفعل، طريقة تركيب الجملة، live plus preposition، يعني الفعل كلمة live وحرف الجر. على سبيل المثال I live in Jeddah، أنا أعيش في جدة. I live on، لاحظ on لما نتكلم عن طابق معين في بناية، on the third floor، أنا أعيش في الطابق الثالث. I live on first oven،
أفن معناتها الجادة، ستريت شارع أو الجادة، تقال لها باللغة الإنجليزية أفن. طيب البريبوزيشنز الأخرى حروف الجر الخاصة بالأماكن، across from يعني مقابل، شوف عندك هنا الحديقة مقابل المدرسة، across from. The bank is between the post office and the restaurant. البنك مقابل المكتب البريد والمطعم. The pharmacy is next to the book store. الصيدلية بجانب book store، مكتبة المكتبة، المكان الخاص ببيع الكتب. The bus stop is on the corner، يعني مكان الباصات في التقاطع، على التقاطع أو على الزاوية. The museum is near the hotel. المتحف بالقرب من، ليس بجانب ولكن بالقرب من الفندق. The airport is far from town. المطار بعيد عن المدينة. طبعا هذه الإشارات للتوصيف، لما turn left طبعا معروفة، و right. Go straight يعني اذهب إلى الأمام مباشرة. Go up go down طبعا تعني الطوابق، يعني مثلا لما توصف المكان تقول والله go up، رحل الطابق العلوي، أو اذهب للطابق السفلي. طيب الconversation لا أستطيع تغطيتها كلها، وكذلك القراءة سوف تكون إن شاء الله في فيديو مستقل، لكن دعوني أقرأ ما أستطيع قراءته أنا وياكم، ونكمل إن شاء الله لاحقا في أجزاء أخرى. طيب conversation صفحة 60 الوحدة السابعة. طيب خلوني أكبرها قليلا حتى تكون واضحة الكتابة. طيب توم، هذا واحد اسمه توم. Excuse me لو سمحت، how do I get to Bedford Park، كيف أروح ل بيدفورد، حديقة بيدفورد. فيرد عليه جون يقول لك take the number 20 bus، خذ الباص رقم 20. طبعا مشكلة هذا انه اصلا ما عندنا باصات هنا، او بعض المدن الباصات، وفي موضوع الباصات كل باص له رقم معين يذهب الى مكان معين، فمثلا الباص رقم 20 هو يذهب لمنطقة معينة. هذا نظام الباصات في جميع بلدان العالم، وان شاء الله يتم إنشاء عندنا في البلد في السعودية إن شاء الله. There is a bus stop في over there، هناك مكان الباصات. Get off at Dixie's Pharmacy، انزل لما تجي صيدلية Dixie's. The park is on the next block، you can't miss it، يعني الحديقة في البلوك أو المربع الثاني اللي بعده على طول. You can't miss it يعني ما يمديك تفوته ولا تضيعه، راح تشوف البارك الحديقة من تنزل من الباص. Tom is it far from here، هل هو بعيد من هنا؟ John no it's about 15 minutes away، يعني يبعد تقريبا 15 دقيقة. Louis هذا واحد ثاني تدخل بالسالفة، no take the F line on the subway and get off at 52nd street station، يعني روح للباص، عفوا روح للسبوي اللي هو القطارات السبوي الأرضية. طبعا هذه قصة أخرى لازم نشرح وش السبوي، لكن اللي سافر أو المترو، يسمونه مترو اللي هي القطارات تحت الأرض، شبكة مواصلات في جميع الدول. طبعا بلدنا الحمد لله يعني ما هو مقصر، لكن بلدنا جديد وإن شاء الله تكتمل الأمور هذه كلها مع الوقت. الآن في شبكة باصات بالرياض تحت الإنشاء، وإن شاء الله تكتمل هذه الأمور مع الوقت إن شاء الله. طيب إذن سبوي اللي هو محطة القطارات السفلية اللي للنقل، فخذ يقول لك F line، خط F، وانزل بالمحطة 52 أو محطة شارع 52. The park is right across from the station، يعني الحديقة مقابل المحطة. Trust me صدقني، I live in that neighborhood، أنا أعيش في ذلك الحي.
فقال له توم thanks a lot شكرا لويس you're welcome. طيب الحمد لله أمدانا نقرأ الconversation كاملة. لا تنسوا دعم القناة ونشرها حتى يستمر إن شاء الله تقديم المحتوى لكم. صلى الله لنا ولكم التوفيق. شكرا لكم. كان معكم أستاذ خلف معلم لغة إنجليزية. تجدوني باليوتيوب عبر الهاندل خلف إنجليش أو بالبحث بقناة بعبارة خلف إنجليش. Thank you and bye bye.